القاعدة مثل داعش، جلد غريب غريب عن عادات السوريين وتقاليدهم ونسيجهم، ما ممكن يتقبلوه السوريين. وأكبر دليل على هذا الموضوع الرفض الشعبي لممارسات الفصائل المنضوية تحت ما يسمى القاعدة. القاعدة بحياتها ما بيصير إلى رصيد شعبي بسوريا. وأكبر دليل كمان كيف قاومتها المدن. نسيت كيف قاومتها المدن وطردتها منها؟ بعدين تعال هون لحتى جاوبك على سؤالك. اطلع فيني إلي، أنا شو عم بعمل هون؟ أنا لاني قاعدة ولاني داعش ولاني ماعش ولاني سلفية ولاني حامل سلاح. وفي غيري مئات ومئات ومئات من الأسماء اللي اعتقلتون وعذبتون وأعدمتون. بتحب تذكرك ببعض الأسماء؟ تذكر شاب عمره 25 سنة اسمه غياس مطر، قدم لكم ورد ومي، شلتوا حنجرته لأنه نادت بالحرية، نادت بالحرية للكل. تتذكر هذا الجندي عبد الرحمن نعيمي، باسل شحادة وغيرهم وغيرهم وغيرهم؟ هدول هن السوريين يا سيادة المحقق، هدول هن يلي بيمثلوا ثورتنا، هدول يلي قتلتون وأعدمتون. أما الجهاديين والقاعدة وداعش وماعش هن يلي أخدوا محل هدول، أنت اللي سمحتولن ياخدوا محل هدول. مشان حضرتك هلا تقلي القاعدة عم تتجزر. أنت وأمثالك من الثورجية عايشين بالغيم، لكن سيتي إنه بكل حارة وبكل شارع صار في عنا بذور إرهاب وتطرف؟ لا ما نسيت يا سيادة المحقق. بس إذا بدك تحاسب حدا على الإرهاب لازم تحاسب النظام يلي غزى الإرهاب، حتى يعطي صورة إنه هو البديل الأمثل والوحيد للشعب وما في حدا غيره. بس نحن بثورتنا طلعنا ضدهم كلهم، طلعنا ضدهم كلهم يا سيادة المحقق. طلعنا ضد كل مين آمن إنه القوة هي بديل العقل والفكر والحرية والعدالة الإنسانية. صحيح في متشددين، بس الجيش الحر ما هو متشدد، اسمه جيش حر ما هو جيش عبيد. يا سيادة المحقق، القاعدة وداعش والإرهاب ما بيعودوا مشكلة لما الحكومة والنظام بينزلوا عند مطالب الشعب الثائر يلي عم يطالب بأبسط حقوقه، وبيحاولوا أنه يلاقوا حل سياسي يرضي الطرفين ويناسب الطرفين. ساعتها لا القاعدة ولا الإرهاب بيلاقوا لقلهم مكان يلي تحولوا لحجة وانسبح لهم يستبيحوا الدولة والثورة لأنه اتفاق والتوافق غايبين.